تقول امرأة بدلها أولا، أولا نبدأ بالصلاة، لأن من الناس من عنده عادة سيئة يسمع الأذان وبعد شوي أقوم، يا أخي بيقيمون بعد شوي إن شاء الله، يا أخي أقام الصلاة أصلي في البيت، يا أخي الوقت راح إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله حتى فات وقت الصلاة ولم يصلي. اسمعوا قصة هذه المرأة، تقول كنت في المستشفى، تقول بعد أن خرجت من مريضي رأيت امرأة تبكي في الغرفة المجاورة، جئتها أخفف عليها، قلت لها ما بك تبكين؟ فنظرت إلى الغرفة المجاورة فإذا زجاج، في رجل يصرخ من وراء الزجاج ويضرب رأسه بالجدار. تقول فخفت من المنظر، رجل يصيح ويطق رأسه بالطوفة، والمرأة طالعة من الغرفة مو قادرة تتحمل المنظر وجالسة تبكي. قلت لها ايش فيه؟ صاير؟ قالت لي هذا زوجي. قلت لها وما شأن الزوج؟ ايش فيه؟ قالت قبل فترة من الزمن كان زوجي سليما ما في شيء، لكنه كان يفرط في الصلاة أحيانا. في يوم من الأيام تغدى، وبعد الغداء كان جالس، قلت له يا فلان يا ابو فلان ترى أذن. تقول نظر إلي فقال إن شاء الله. تقول بعد شوي جالس ما عنده شيء، قلت له سيقيمون الصلاة الحين؟ قال لها إن شاء الله. قلت لك إن شاء الله راح أقوم. تقول سكت، ولما أقيمت الصلاة قلت له يا فلان الناس يصلون في المسجد. تقول صرخ علي وقال لي ما راح أصلي، إيش عندك؟ صلاة ما نبي نصلي. تقول فسكت خفت منه. تقول وقلبي يتقطع ندما، زوجي ما يبي يصلي. تقول فقام من مجلسه، قام. تقول فما إن قام إلا وسقط على الأرض. تقول صرخت، قمت إليه فإذا هو مصروع، صرع لأول مرة في حياته يصرع. قبل شوي قال ما بي أصلي. تقول ما من شيخ إلا وقر عليه، كل فترة يصرع ومن شدة الألم في رأسه يضرب رأسه بالجدار. تقول حتى اكتشف الأطباء فيه مرضا نادرا، حتى المسكنات لا تنفعه، وكل ساعة ساعتين يصرع، فإذا صرع لا ينفعه إلا أن يضرب رأسه بالجدار. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن أكثر الناس أنفسهم يظلمون. هذا الذي فرط في الصلاة، هذا الذي يؤخر الصلاة، إلى متى؟ يا أخي بدلها، لا تقل عاد فيني، ما في شيء اسمه عاد فيني. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.